وراح نشيك على الأرضي. الأرضي عندنا هنا سلك في أجزاء المحرك أو في أجزاء التركيب الخارجية للمحرك. هذا الأرضي الثاني الأول، هذا راح نفكه نسوي له صنفرة. وعندنا هنا أرضي في الشاصي اللبودي، وعندنا هنا كمان أرضي ثاني في المحرك. تلاحظون راح نفك هذا الأجزاء ونصب لها صنفرة ونشغل. كمان مرة عندنا هنا اللي هو سلك السلف، لأنه أحيانا يشتغل وأحيانا يطفي أو يفصل، تحس إنه زي السلف اللي يكون خربان، الله أعلم. طبعا راح الحين نسوي الإجراءات الإبدائية أو البداية، لو تشيك على الأرضي بعدها نشوف إذا سلك معنا ما سلك معناته في مشكلة أو ضعف في السلف. أيضا احنا فكينا أول واحد راح نسوي تنظيف للسلك الأرضي حق الشاصي حق البودي، وراح نستخدم الفرشة النحاسية في عملية الصنفرة. سوينا عملية الصنفرة، كمان برضه نصنفرة عملية غسيل بالبنزين عشان نفك كله وننظف الشوائب. راح أركب الآن إن شاء الله. طبعا لاحظ اثناء فك البواجي وفك الارضي حق المحرك والسلف، شوف السلك الموجب حق السلف، شوف اللي جاي من البطارية على السلف. شوف هنا صار فيه اثر احتكاك، شوفوا اثر احتكاك في القزوز او في الشكمان العلوي في المحرك، وهذا اللي يسبب مشكله. راح افك الان سلك الكيبل ونشوف من الداخل. طبعا هنا شو صار فينا، في تاكل او في احتراق، ممكن هو اللي يسبب الالتماس او يسبب الضعف، لانه مع الحراره اي سلك مع الحراره راح يذوب، يسبب ضعف برضه في الكهرباء. يعني شوف الاحتكاك اللي واصل هنا في المحرك او في القزوز. راح نفك بعدين اوريكم اياه. طبعا سلك السلف، هذا سلك السلف. طبعا لاحظوا هنا الاحتكاك اللي كان صاير في القزوز، صح انه هنا عليها علامه عازل حراري زي القصير بس مانع الحراره، ولكن التماسه ووجوده. فان شاء الله راح نقوم باستبدال الدينامو او تغيير الدينامو الى الكهرباء. شوف حتى هنا في صار في الاحتكاك، وهذا علامه الاحتكاك الموجوده من الكيبل او السلك في القزوز. راح نسوي صنفره احصل صنفر للسلك من هنا. وايضا عندنا هنا الارضي حق المحرك، هذا الارضي حق المحرك اللي كان راكب جوا. طبعا هذا مكان السلف الموجب وهذا مكان الارضي حق المحرك. راح اسوي التنظيف وراح نركب باذن الله. وهذا الارضي اللي في مقدمة المحرك. سوينا له صنفرة، لا راح نركب إن شاء الله. سوينا له صنفر، الآن راح نركب ونركب اللي هو الأرضي اللي في أو السالب اللي في البطارية، وإن شاء الله لما عاد ترجع المشكلة في الطقة حق السلف، وإذا رجعت بتكون المشكلة من ضعف من السلف. خلصنا من الأرضي وتم التركيب بشكل نهائي. لا راح